الجيش الأمريكي يعلن إرسال تعزيزات عسكرية إلى قواته في شمال شرق سوريا. فرنسا تطالب القوى السياسية اللبنانية بتشكيل حكومة جديدة دون تأخير. إصابات فيروس كورونا في البرازيل تقترب من 4.5 مليون حالة. الخامسة صباحاً، الثالثة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، لكم تحياتي. وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. أعلن الجيش الأمريكي عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى قواته في شمال شرق سوريا، وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن الهدف من هذه التعزيزات هو ضمان سلامة وأمن قوات التحالف الدولي، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى للتصادم مع أي دولة أخرى في سوريا، لكنها ستدافع عن قواتها إذا لزم الأمر. كشف تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي أن وزير خارجية الأمريكي مايك بومبيو معه عدد من أعضاء الكونغرس يكثفون الضغوط لإزالة اسم السودان قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل حلول شهر نوفمبر المقبل. وأضافت المجلة أن بومبيو أكد في رسالتين منفصلتين لأعضاء في الكونغرس أن إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيكون بمثابة فرصة لدعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان. أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط ستعمل حتى شهر ديسمبر. وأشار المسماري إلى أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر صرف موحد للدولار في ليبيا وفتح الاعتمادات والتحويلات المالية القانونية في كل المناطق الليبية. دعت فرنسا القوى السياسية اللبنانية للاضطلاع بمسؤولياتها وتشكيل حكومة على الفور تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى أديب. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن بلادها تأسف لعدم التزام الساسة اللبنانيين بتعهداتهم التي أعلنوها في مطلع الشهر الجاري وفقا للإطار الزمني المعلن. كان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قد حدد يوم 15 من الشهر الجاري موعدا نهائيا لتشكيل الحكومة. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل نحو 850 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن أكثر من 39 ألف حالة إصابة، وارتفعت بذلك حصيلة الوفيات في البلاد إلى أكثر من 135 ألف حالة، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى أكثر من 4.5 مليون حالة. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، موضحة أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج. وأضافت اللجنة أنها رصدت أيضا تسجيل 24 حالة جديدة دون أن تظهر عليها أي أعراض، مؤكدة عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس. أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي أن إعفاء إيران من العقوبات الأممية بموجب الاتفاق النووي سيستمر بعد 20 من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغي إعادة فرض كل العقوبات فيه. وفي رسالة للمجلس قالت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي إن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران سيكون بلا أي أثر قانوني. وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز 11785. دمتم في أمان الله.